وفي الأزمة الليبية انتقدت تركيا صمت الجامعة العربية على استمرار هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المتواصلة على العاصمة الليبية طرابلس منذ 4 أبريل نيسان الماضي. وكانت الجامعة العربية قد دعت أمس في ختام اجتماع طارئ برئاسة العراق إلى منع التدخلات الخارجية في ليبيا. يحتدم الصراع الليبي بين مؤكد وناف لانتصارات بين أبناء البلد الواحد، حيث نفى طه حديد المتحدث الإعلامي باسم قوة حماية وتأمين سيرت التابعة لحكومة السراج الليبية أي قصف تعرضت له مدينة سيرت، وطالب وسائل الإعلام بتوخي الحذر والدقة في نقل المعلومات، بالوقت الذي كانت وسائل إعلام محلية وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي قالت إن مناطق في جنوب المدينة تعرضت لقصف جوي أوقع قتلى وجرحى. فيما لو أقدمت ليبيا على مثل هذا الطلب منا، يمكننا أن نرسل رجالنا إلى هناك على المستوى الضروري، خاصة بعد إبرام اتفاق الأمن العسكري. فليبيا الجريحة وحدت العرب في أرض الكنانة ببيان هزيل غرد جزء منهم خارج السرب، فبات لا يسمن ولا يوقف المشروع التركي في المغرب العربي، وذلك ردا على نية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قواته إلى ليبيا دون أن ينتظر موافقة البرلمان التركي الذي سينعقد غدا للبت بالقضية. فيما أكد الرئيس التونسي قيس السعيد أن مرجعية بلاده بشأن القضية الليبية القانون وليس أزيز الطائرات، داعيا إلى وقف سفك الدماء والتوصل إلى حل يرضي أطياف الشعب الليبي. وعلى الجهات الأخرى ردت الخارجية التركية في بيان لها على قرار الجامعة العربية متهمة إياه بالتزام الصمت حيال هجوم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر على طرابلس، ولم تبدي موقفا حازما إلى جانب الحكومة الشرعية، وأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا بمثابة تطبيق للاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين، الأمر الذي اعتبرته مصر وفرنسا أنه خرق للاتفاقيات الدولية.